كان يروي حكاية وكل مدينة عندها حاجة تميزة، تاريخها أثرها ومعالمها. كل هذا تلقاه في حصة حكاية مكان. حكاية مكان من إعداد وتقديم مايا جبارة. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا على امواج اذاعه البهجه 91.5 94.2 FM ستيريو، ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصه حكايه مكان. حكايه مكان كما تعودتوا عليها، كل مره نروح نتجولوا في منطقه من مناطق العاصمه، وهكذا باش نعرفوكم بكل مكان، لانه كل مكان عنده حكايه، كل مكان عنده اسطوره، وهذا الشيء اللي يخلي كل مكان يتميز على مكان اخر، وهذا بالنسبه للتاريخ ديالو وبالنسبه للحضارات اللي مرت عليه واللي تخلي له يعني بصمه، وهذه البصمه اللي تعطي له قيمه وميزه كبيره. واليوم راح نتكلموا على مكان، هذا المكان يتموقع ببلدية المرادية. هذا المكان يعتبر من أشهر المعالم اللي تميز بها مدينة الجزائر. هذا المكان اليوم راه فندق، ولكن في القديم كان عبارة عن قصر عثماني، وهو فندق الجزائر، واللي كانت التسمية ديالو سان جورج على الوالي جورج. وباش نتعرفوا على حكاية اليوم بالتفصيل، در معنا كما تعودتوا الأستاذ أحمد كريم لاباش، كاتب وباحث في التاريخ. عسلامتك أستاذ. عسلامة، شكرا على الدعوة، تحياتي لكل مستمعي راديو البهجة. حناني نشكرك أستاذ لقبولك الدعوة، وراك دايما تفيدنا بالمعلومات اللي راك تمدلنا كل مرة أستاذ. أستاذ كما قلت، اليوم الحديث ديالنا على فندق المعروف عند عامة الناس باللي فندق، ولكن هذا الفندق سنة 1514 كان عبارة عن قصر. نعم، هذا الفندق كان هو يعني بني في مكان قصر عثماني، يعني أحد قصور البايات الذي بني سنة 1514، وكان في السنوات الأولى من مجيء عروج يعني الإخوة بربروس. وهذا القصر العثماني يعني الاسم تاعو يدل على الطراز المعماري تاعو، يعني يغلب عليه الطابع اللي يشبه الطابع الموريسكي، الأقواس، كذلك الأعمدة الحلزونية. هذا القصر بني في الفحص الجزائر، يعني في منطقة الفحص. نذكروا الإخوة المستمعين أنه منطقة الفحص معناتها يعني مباشرة خارج أسوار القصبة، لأنه القصبة كانت محاطة بأسوار مدعمة بأبواب، باب عزون، باب جديد، باب الواد، هكذا يعني خمس أبواب في الحقيقة. وعندما نخرجوا من وراء الأسوار يبدأ الفحص العاصمي أو الفحص الجزائري. والقصر العثماني هذا كان موجود في أعالي الجزائر العاصمة، يعني هو في بلدية المرادية، يعني انطلاقا من هذا القصر كانوا يشاهدوا ميناء الجزائر والبحر يعني الأبيض المتوسط، وكان محاط بجناين. مستمعنا الكرام، أستاذ أحمد كريم لاباش، نكملوا الحديث ديالنا ولكن بعد هذه الاستراحة. مستمعنا الكرام، نعود نرحب بكم، مرحبا بكم معنا في حصتكم، حصة حكاية مكان. ولهذا ونلتحق بنا، حكايتنا اليوم هي على مكان اليوم راه فندق، ولكن في القديم كان عبارة عن قصر عثماني، ومن بعد تحول هذا القصر العثماني إلى مأوى للأيتام، وهذا إلى غاية سنة 1925. هذا القصر العثماني تم تحطيمه سنة 1889، يعني عندما قام الأب جاك غيوشان أو جورج غيوشان
لأنه جاك غيوشان هو الابن تاعه عنده يعني مهمة أخرى يديرها في التاريخ اللي راح نرويه. إذن جورج غيوشان من أصول فرنسية عنده الأم تاعه إنجليزية قام ببناء مأوى لليتامى في مكان القصر العثماني اللي كان شراه سنوات من قبل. هذاك البناية اللي كانت مأوى للبنات بقات يعني في هذا الوجهة تحت يعني تستقبل بنات يتامى إلى غاية سنة 1925. هنا يدخل الابن جاك غيوشان يقوم واحد إحداث بعض التغييرات على هذه البناية اللي بنوها 1889 دائما وفق الطراز المعماري الموريسكي. قام بواحد التغييرات بحيث أصبح هذاك لأول مرة تصبح البناية تصبح يعني فندق، ولكن فندق من نوع خاص لأنه كان يستقبل الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية خاصة في الخريف، ولذلك اكتسب واحد شهرة كبيرة آنذاك سنة 1925، وبقى على هذاك النحو يعني فندق إلى يومنا هذا. دونك 1925 اللي ولا نزل اللي ولا نوتير نزل يعني بعد ما كان انطلاقا من سنة 1889 مأوى للبنات يصبح نزل سنة 1925 اللي يعني كانت تتردد على هذا الفندق يعني الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية، ولذلك اتخذ شهرة كبيرة سنة يعني الاسم نسبة إلى اللورد جورج غيوشان، معناتها اللورد باللغة العامية تاعنا هي سيدي. سيدي جورج غيوشان كما نقولوا احنا يا سيدي فرج، وما يقولوا بالإنجليزية يعني اللورد جورج غيوشان. وكان هذا جورج غيوشان فرنسي الأم تاعو فقط إنجليزية، وكان هو ضمن واحد المجموعة تاع المهندسين اللي قاموا ببناء البنايات أو إعادة بناء واحد البنايات أو ترميمها يعني تاع القصور العثمانية اللي كانت موجودة في الجزائر العاصمة. هما مهندسين معروفين أثناء المرحلة الكولونيالية. كذلك عرف هذا النزل أو هذا الفندق اللي أصبح يحمل اسم نزل الجزائر منذ سنة 1982 أصبح كان معروف بال أو كانت تردد عليه شخصيات عالمية عديدة. ممكن يعني مشاهدة صور تحت الشخصيات العالمية اللي نزلت بهذا الفندق. الشخصيات العالمية الصور تحارة هي ملصقة بالجدار، ممكن مشاهدتها داخل الفندق. من ضمن هذه الشخصيات ممكن نذكر إيديت بياف، بارون دو روتشيلد، شي غيفارا، وينستون تشيرشيل، ألبير كامو، فريد الأطرش. يعني الشخصيات عالمية كبيرة كانت معروفة آنذاك نزلت بهذا الفندق. أستاذ أحمد كريم لاباش، هذا المكان اللي رانا نتكلم عليه هو كما قلت من أشهر المعالم اللي تميز مدينة الجزائر، خاصة أنه عنده تاريخ عريق هذا المكان، مشاهير كثيرة اللي أنت ذكرتهم. ما ننسوش بلي استضاف الرئيس الأمريكي هذاك الوقت دوايت دافيد إيزنهاور، واللي كان يخطط في هذا المكان كان يخطط الحملات العسكرية مع الحلفاء في أوروبا، وهذا سنة 1942. إيزنهاور الرئيس الأمريكي الأسبق كان يسير عمليات القوات الحليفة من هذا النزل، خاصة إذا عرفنا أنه الرئيس إيزنهاور الرئيس الأمريكي السابق يعني كان جنرال لما كان في الجزائر قائد قوات العسكرية الأمريكية، وكذلك كان قائد القوات الحليفة. كان نزل في هذا الفندق مدة 13 شهر، يعني مكث في هذا الفندق من نوفمبر 42 إلى ديسمبر 43 1943، يعني تقريبا 13 شهر وشهر. وفي هذا الفندق اللي اشتهر كذلك آنذاك أنه جرى تخطيط لإنزال قوات الحليفة في أوروبا، وكان التخطيط لهذا الإنزال تاع القوات الأمريكية الأوروبية اللي نزلت في أوروبا جرى التخطيط في قاعة السفراء في هذا
الفندق. أستاذ كريم لاباش وكل مستمعنا الكرام، نعود نتلاقي ولكن بعد هذه الاستراحة. مستمعنا الكرام، نعود نرحب بكم، مازالكم دائما معنا في حصتكم حكايه مكان، ولهذا وين نلتحق بنا نتكلموا على مكان يتموقع ببلديه مراديه، وهذا المكان هو عباره عن فندق. اليوم راهو فندق، ولكن كما قلت في سنه 1514 كان عباره عن قصر عثماني اللي كانت يعني تجاوز الاسوار ديالو جنان المفتي وجنان مصطفى الرئيس. وكما قلت أستاذ كريم لاباش، كانت البناية ديالو شويدت سنة 1889، ومن بعد ولا مأوى للفتيات. نعم. وهذا كان في 1925. أستاذ أحمد كريم لاباش، نروح إلى مرحلة أخرى وهي أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث هاد القصر لحقت به أضرار كثيرة وتم غلقه إلى غاية 1948. نعم، أثناء الحرب العالمية الثانية تم غلق الفندق مؤقتا انطلاقا من سنة تقريبا يعني 1942 حتى لسنة 1943 حتى 1948 بسبب الأضرار اللي لحقاته أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني تم ترميم هذه الأضرار وأعيد فتحه كما قلت سنة 1948 إلى غاية اليوم. قعد فندق وهذاك الوقت يعني 1948 شكون كان يسير فيه؟ كانوا الأوروبيين، يعني مجموعة من الأوروبيين في المرحلة الكولونيالية هم اللي كانوا يسيروا فيه. أما الآن يعني منذ مرحلة الاستقلال يعني عندنا لاشين تاع الجزائر هي اللي عندها مجموعة من الفنادق راهي تسيرهم. اللي زور هاد القصر أستاذ كريم لاباش يخليه يعيش ويمر كل المراحل اللي مر بهم هاد المكان عن طريق الديكور والتصميم والزخارف وأيضا السيراميك اللي نلقاوها إلى يومنا هذا متواجدة في هاد المكان، تصنف أيضا كتراث وطني. تراث وطني، إذا على كل هو فندق من نوع خاص. كما تفضلتي وقلتي أنه مصنف تراث وطني، قلنا أنه مصمم من ذو طراز معماري عثماني أو موريسكي. البصمة العثمانية مازالت موجودة، يعني كما يقولوا هذاك اللي يعطيه الطابع الجميل للمنظر، يعني بقات هذاك الطابع. وكانوا هذول اللي فرار جيوشان أو الإخوة جيوشان وكذلك مجموعة من المهندسين كانوا يحاولوا دائما يحافظوا على هذاك النمط المعماري. حتى وإذا قلنا أنه القصر العثماني اللي كان من قبل تحطم، عودوا داروا البناية وفقا لنفس النمط المعماري. يعطيك صحة أستاذ كريم لاباش على كل هاد المعلومات اللي فتنا بها، وأكيد فت كل مستمعين الكرام. شكرا على الدعوة، وتحياتي دائما نوجهها لمستمعي راديو البهجة. أستاذ كريم لاباش وكل مستمعنا الكرام، لحقنا إلى نهاية هاد العدد من حصة حكاية مكان، واللي كان المكان ديالنا هو على النزل يتموقع بمدينة الجزائر، واللي يعود التسمية ديالو إلى جورج جوشان. من بعد تم تغيير في البناية ديالو كما قلت سنة 1925، وأصبح يحمل اسم نسل الجزائر منذ 1982. هذا المكان اللي تكلمنا عليه اليوم اللي هو عبارة عن فندق، واللي كان في الزمان كان قصر، استضاف هذا القصر مشاهير كثيرة وتحفة معمارية بامتياز، يبقى معلم تاريخي شاهدا على عدة حقبات من تاريخ الجزائر.
مستمعنا الكرام، لحقنا إلى نهاية هذا العدد من حصة حكاية مكان. نشكركم على حسن المتابعة. نتلقاو إن شاء الله السمانة الجاية في نفس التوقيت. في الأخير تقبلوا تحياتي مايا جبارة. بقوا على خير.